وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ المناعة بجامعة نوتنغهام ببريطانيا الدكتور ياسر الشربيني. دكتور شربيني، بعد التحية، ما هي آخر التطورات المتعلقة بتفشي كورونا وتحديدا المتحور أوميكرون بالقارة الأوروبية؟ أشكر لحضرتك على الاستضافة. الحقيقة الأوميكرون يشكل خطرا دائما على الناس ليس في أوروبا وحدها ولكن في كل أنحاء العالم، ولكن الذي تم التأكد منه أن انتشار الأوميكرون مرتبط بعدم التطعيم. أغلب الناس اللي بتدخل المستشفيات بالإصابة بالأوميكرون بإصابة شديدة بيكونوا غالبا من أكثرهم من غير المتطعمين ضد الفاكسين، ولذلك الحكومات البريطانية وأغلب الدول الأوروبية مركزة على إعطاء الجرعة الثالثة للفاكسين التي بتؤمن من دخول المستشفيات والإصابة بالمرض. فأنصح الجميع بالتطعيم إن شاء الله. مدى تلقي الجرعة الثالثة في أنحاء القارة الأوروبية، يعني كيف تقيم أعداد من تلقوا هذه الجرعة الثالثة، وإلى أي مدى هذه الجرعة يمكن أن يعني تقلل من أعداد الإصابات والوفيات؟ على حسب الأرقام اللي تم رصدها، أكثر من 65 مليون شخص في المملكة المتحدة تم أخذ الجرعة الثالثة لهم، بيقلل نسبة الإصابة بالمرض بنسبة 85%، وبالتالي نسبة دخول المستشفيات بتكون أقل بشدة ونسبة الوفيات تنعدم تقريبا. فده كما هو واضح من النظام الصحي البريطاني. أما في أوروبا فأغلب الدول الآن بتشجع على الجرعة الثالثة لأنها أثبتت كفاءة في منع حدوث المرض وانتشاره. برأيك دكتور ياسر، متى يعني سوف يتم السيطرة بشكل كامل على هذه الموجة الجديدة من تفشي فيروس؟ ورأيك في الآراء التي تقول إن يعني أوميكرون يعتبر من الموجات الأخيرة لتحور كورونا في العالم؟ رأيي أنا شخصيا، علشان ينتهي الكورونا من العالم لابد من تطعيم أغلب الناس في أنحاء الأرض، لأن طالما هناك غير متطعمين سينتشر المرض فيهم وسيستمر وتظهر تحورات جديدة. فالتطعيم هو الحل الوحيد للأمراض الفيروسية، وحتى إن ظهرت تحورات جديدة فإن التطعيم بثلاث جرعات قد يقي بنسبة تصل إلى 90% من أي إصابة بأي متحور آخر. إلى أي مدى يتوقع أن تنجح هذه الجرعات المعززة الجديدة من اللقاحات في تقليل نسبة الإصابات الفترة المقبلة؟ على حسب الأرقام اللي احنا شايفينها في إنجلترا، هي بتقلل الإصابات بنسبة 90% أو 85%. صحيح الأعداد شكلها منتشر أو عالي، لكن الأعداد بتقل تدريجيا، وأغلب الإصابات بيكونوا في غير متطعمين بثلاث جرعات من التطعيم. أي نوع من أنواع التطعيمات يعتبر افكتيف، لكن أكثرهم على الإطلاق الجرعة الثالثة هو فايزر وموديرنا. دكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نوتنغهام ببريطانيا، شكرا جزيلا لك.